الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل سادة مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. حلقة مخبوزات النهاردة عاملينها عن الباتون ساليه بقسماط، عاملين مقرمشات كده مملحة إن شاء الله تعجبكم جدا. هي ديت إيه؟ هتلاقوها جديدة إن شاء الله معانا النهاردة. والباتون ساليه طلب مني كتير هو والبقسماط، فإن شاء الله إن شاء الله نعمله النهاردة وننفذه لكم بطريقة سهلة جدا وبسيطة قوي. تفتيله أهم حاجة هو في الموضوع، إن أنت تطلعي الفتيليه يعني ترفعيه مظبوط، يبقى كله مقاس واحد، يبقى ايه مقرمش كده وزي الفل زي اللي قدام حضرتك ده ان شاء الله. ده اللي هنشوفه دلوقتي خلال البرنامج النهارده. هستنى طبعا اي اسئله او اي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه، 1710 من اي تليفون محمول، 09910 من اي رقم ارضي. عندنا وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه تقدروا برضو تواصلوا معاها ان شاء الله، وفي تطبيقات بامر الله هنبدا ان احنا نعملها خلال الاسبوع ده واوريها لكم على الهوا، ونشوف التطبيقات الجميله اللي انتوا حضراتكم بتعملوها. طيب خلينا نبدا اول حاجه بالباتون ساليه ونشوف ازاي نقدر ان احنا ان شاء الله ان احنا ننفذه مع بعض. العجينه بتاعتنا الحلوه اللي قدام حضراتكم ديت، خلينا بس ايه نفردها كده فرده كده حلوه واقطعها شرايط زي اللي قدام حضراتكم ديت. عشان تبقى مريحة. وبعد كده نقوم ايه مغطين عليها كده هون ونسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق كده ولا حاجة، وبعد كده نرجع لها تاني ونبدأ ان احنا نفتلها تفتيلة المظبوطة عشان تطلع معايا مقرمشة وزي الفل ان شاء الله. وطبعا بنشتغل على قد مساحة الصاج اللي عندنا، ده مهم جدا. طيب خلينا ننزل المقادير بتاعتنا، نص كيلو من الدقيق، 200 جرام من الزبدة، الباتون ساليه بيتعجن بزبدة، البقسماط بيتعجن بزيت، 5 جرام من الملح يعني معلقة صغيرة، نص معلقة صغيرة من الملح، عندي 5 جرام من الخميرة الفورية، لأن ده طبيعي اللي المفروض النص كيلو بياخد 15 جرام صح؟ أو 12 جرام، لا الخميرة اللي بتبقى في الباتون ساليه بتبقى بسيطة جدا، 5 جرام يعني نص معلقة صغيرة. طيب عندي 25 جرام من السكر عشان يطلع لي اللون الذهبي الجميل، وعندي مية للعجن. وبعد كده عندي بقى ايه التشكيله اللي تتحط فوق. انا اهم حاجه عندي العجينه، الكمون، بابريكا، عندي شويه شمر، كل الحاجات دي تنفع تشتغل في الباتون ساليه. طيب اول حاجه بنبدا ان احنا نعملها ايه، بحط عندي نص كيلو من الدقيق في العجان، وبعد كده بنقوم رايحين واخدين ال 200 جرام من الزبده يعني حوالي كوباية من الزبدة، وده أول حاجة خالص عشان أضمن إن الحاجة تطلع معايا ناعمة وحلوة جدا، اللي أنا أنعم الحاجة كويس جدا. فسيبها تعمل كده زي الإيه الكرامبل، وبعد كده نبدأ إن شاء الله اللي إحنا نبدأ نضيف لها بقية المكونات بتاعتنا. طيب دي أول خطوة عندنا. يبقى اول حاجه عندي النص كيلو من الدقيق، بحط عليهم ال 200 جرام من الزبده اللي هي كوبايه الزبده، واسيبها عندي تنعم كويس جدا. ده اهم حاجه عشان لما نيجي ناكله الباتون ساليه ما ايه ما يعضش تحت اسناننا، يدوب على طول. طيب احط عندي السكر شغال مفيش مشكله، وبعد كده بقوم حاطط عندنا الملح. ملح مهم جدا جدا عشان العرق اللي موجود، وعلى فكره في مدرستين اتنين لموضوع الملح في العجين، اما انت تحطي الملح مع العجينه دلوقتي او تحطيها مع الميه، الميه تكون دافيه بسيطه جدا وتقلبيه عشان تضمني ان الملح يخش مع الميه كلها ومع العجينه كلها، وتحطيها مع العجينه وتعجني بيها. طيب بعد كده عندي الخميره زي ما اتفقنا مش كتير، لان خلي بالك مش بيخمر قوي. يلا يا باشا احنا تمام، احنا هنعمل بس العجينه بس يا شيمي اهو خلاص. الحاجه بتبدا اهي زي ما حضراتكم كده شايفينه، بصوا بدا يعمل ازاي الخليط باين قدام حضراتكم اهو. نبدا نضيف عندنا الميه ونعجن واحده واحده لحد ما العجينه تمسك معايا وتبقى زي الفل.
واحده واحده، وانت بتحط الميه عشان الزبده اللي محطوطه في العجينه، فبنحط شويه الاول ونستنى، لقيناها محتاجاها تاني بنبدا نضيف لها شويه كمان اهو. بس كده حلو قوي. العجينه هي تجيم اللي احنا عملناها زي ما اتفقنا، بعد ما بتتعمل بتبدا اللي هي تريح، ونبدا ناخد بقى واحده واحده كده ونعملها، يعني نبططها كده بايديا، وابدا ان انا اعمل لها ايه؟ اقطعها صوابع زي ديت عشان لما اجي افتلها ما تقطعش مني، زي اللي قدام حضرتك كده بالظبط. بص المنظر اهو. يلا يا استاذ. اهو. بنعمل ايه بقى؟ بنعمل بنقوم واخدينها كده. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله، وبعد الفاصل نبدا نعمل تشكيله الباتون سني اللي هنعملها بالكمون وبالشمر، ولكن بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل. بنعمل ايه دلوقتي؟ الباتون ساليه دي عجينه الهوا، ها يعني دي اللي انا شغال بيها، العجينه اللي احنا عجنينها على الهوا هي، تريحناها شويه وبدانا اللي احنا ايه نقطعها صوابع زي اللي قدام حضرتك ديت، وبعد كده نبدا اللي احنا ناخدها كده اهوت، ونبدا نحطها ايه جنب بعض بالشكل اللي حضراتكم كده ايه شايفينه. ده الباتون ساليه اللي احنا بنعمله واحده واحده كده، وما توسعيش المسافات، خلي المسافه تكون ضيقه وانت بتحطي الايه الصوابع جنب بعضيها في الصاج اهو. شايفه الصنعه بتاعتك اللي انت كلها تبقى مقاس واحد، ما يبقاش حته تخينه وحته رفيعه. لقيتي واحده حته اتقطعت منك، بصي لقيتي حته اتقطعت منك تعملي ايه؟ ما ده بيحصل. نقوم هنعملها كده ونقوم حاطينا ايه على الصاج هنا. بص يا جيمي، انت مثلا حته اتقطعت منك زي ديت، بنعمل فيها ايه؟ بنقوم واخدينها كده ونقوم حاطينها كده تحت العجين ديت، تحت المعجنات دي، وتقومي حاطاها كده، ولما نجي لها هتلاقيها ريحت وتقدري انت تشتغلي بيها وتلحميها في الصابع اللي انت هتشتغلي بيه. فاهمه ازاي الموضوع؟ موضوع سهل اهو، عشان تطلع كلها مظبوطه ان شاء الله، وهوريها لكم بعد ايه بعد ما تطلع، عشان هنبدا ان شاء الله نعجن في البقسماط. انت طبعا بايديكي بتبقى عندك احساس طبعا بالصاج بطوله قد ايه، ونقوم قاطعين من هنا كده اهو، وناخد كده الايه واحده واحده، ونبدا فين في الصاج قدام حضراتكم اهوت، نبدا نحط كله جنب بعضه عشان تطلع ان شاء الله معايا مظبوطه. لقيت ديت هتاثر معايا، نلحم بقى في حته واحده كمان اهي، تبص ديت اهي كده اهي، تمام تمام جدا. يلا نقوم واخدين زي ما حضراتكم كده شايفين كله واحده جنب التانية. يبقى عجينه الباتون ساليه اللي احنا شغالين فيها النص كيلو من الدقيق، ال 200 جرام من الزبده، عندي معلقه كبيره من السكر، نص معلقه صغيره من الملح، بعد كده عندي الخميره قلنا عليها معلقه صغيره اللي هي اللي هي ال 5 جرام، وقلنا الباتون سليم ما بيحتاجش خميره كتير، وده مهم جدا جدا عشان حضرتك تعرفيه وتبقى واخده بالك منه. بطن ايديا اللي بتفرد، مش مشط ايديا، مهم جدا جدا تخلي بالك من الموضوع ده اهو. يا رنا ازيك؟ الو. الحمد لله. ازيك يا رنا؟ كله تمام؟ اه كله تمام الحمد لله يا رب دايما. ايوه يا رنا اسمعك، سامعك اتفضلي. ايه كنت عاوز اسال عن طريقه عمل الفطير الفلاحي. يا سلام، من عينيا الاثنين. ما شفتيش الحلقه بتاعتي انا وام اسراء؟ لا ما اتفرجتش عليها. انا هعيدها لك تاني، من عينيا الاثنين. حاضر. طيب شكرا. شكرا يا رنا، مع السلامه. باي باي يا حبيبتي. اه ام اسراء كانت جت هنا بقى ايه وعملت لنا حلقه فطير، وقالت لنا الجبنه الحادقه بتتعمل ازاي، وكانت من حلقات الجميله بصراحه اللي الواحد استمتع بيها بجد، يعني ربنا يكرمها ويبارك فيها يا رب. طيب
بنعمل ايه بقى؟ بعد ما فتنا كده ناخد ديت اهيت ونحطها هنا وبكده تمام، نقوم واخدين الصاج ده هنا كده وبلاش نقطع حاجه دلوقتي، اهدى شويه يعني، بلاش ايه نقوم واخدينها على طول ونقطع، لازم العجينه تسيبيها ترتاح الاول على الصاج، يعني الزيادات دي يا عم محمد ما تجيش ناحيتها، مش دلوقتي مش دلوقتي، شويه كده ونبدا ان احنا ايه نقطعها، لان لو انا قطعت دلوقتي هتلاقي الباتونسه ده بيلم، ده العجينه ديت على فكره اللي معموله على الهواء، فتخلي بالك عشان كلها تطلع مظبوطه ان شاء الله. طيب ببدا اعمل ايه بقى؟ بقوم جايب عندي بيض، واحد عدد بيضه، واقوم جايب عندي شويه من الفانيليا، ورابع عندي او خفيقه كويس جدا بالشكل ده، وابدا ادهن الباتون سليم بتاعنا. الصاج ده على فكره انا دهنه زيت، حاجه بسيطه جدا، ما تهدينا التكييف ده يا جيمي. ايه مش حاسين بينا ليه يا جدعان؟ ده انا عمال اجري وسقعان برضه، طب اعمل ايه طيب؟ حبيبي يا خيل. طيب جميل الكلام ده قوي جميل، نقوم واخدين عندنا الكمون ونبدا نضيف عندنا حبوب الكمون. عليه كده من فوق، ما بيخمرش كتير، يعني ايه ما بيخمرش كتير؟ يعني حضرتك تحطيه مثلا تريحيه بره حوالي 10 دقائق في مكان دافي، وبعد كده تقوم واخداه على طول على درجه حراره 190 وتسوي يا سعاده الباشا كله، ويطلع احمر كده وجميل، نبدا نطلعه وناكله بالهنا والشفا. تمام كده ريحه الكمون تجنن. تعالوا نعمل صاج تاني عشان هنعمله بالشمر او نعمله بحبه البركه. بص ازاي الاخبار هنا، البقسماط شغال يا مدام جولييت. جورجيت. ايه يا فندم؟ لا جورجيت، جورجيت جورجيت، هما اللي بلغوني غلط يا مدام جورجيت. ايوه ازاي حضرتك؟ لا ده الحمد لله، ازيك انت شيف محمد؟ اهلا اهلا وسهلا يا فندم. انا سامع حضرتك، الله يخليك، الله يكرمك. بقول لك كنت في دمياط كان في حلوى اسمها الرطب. الرطب؟ اه هم الدمايطه شاطرين قوي في الحلويات، اللي هي كريم باستري وال والبتاع ده والبلح. لا تاني كده، قولي لي قولي لي تاني كده، عباره عن ايه؟ هي انا اكلتها في دمياط، كنت في راس البر واكلتها من هناك. ايوه فهم كانت بتبقى محشيه كريم باستري. ايوه بلح رطب. طب هي عباره عن ايه؟ عن عجينه مثلا يعني ولا ايه ولا مش بلاو؟ عارفه بصراحه، هي مش عارفه ايه عجينتها دي معموله ازاي، لكن اسمها الرطب. الدمايطه كل يوم بيطلعوا حاجات جديده وبيدوشونا بيها، لا بيدوشونا ايه؟ بيدوشونا يعني بيبسطونا بيها، فحاجه ان شاء الله هعرف لك، انا ليا اصحابي هناك كتير، هنعرف لكم ان شاء الله ايه النوع الحلويات ده ونقدر ان احنا ايه نعمله لحضرتك من عناية الاثنين. ميتة شاطرين 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 بجد في الحلويات بأمانة، يعني عندهم محلات هناك وحاجة عالية قوي، صنعة فوق الخيال بجد في الحلويات الشرقية بالذات، مميزين، وهم بالنسبة لي بصراحة هم رقم واحد عندنا في مصر، هم دمياط في الحلويات الشرقية، كل يوم مرة وكل شهر بيطلعوا لنا حاجات جديدة بيبدعوا فيها بصراحة. تحية كبيرة لأهل دمياط كلها والله، بحبهم جدا. يا أستاذة مي. أهلا. ازيك يا أستاذة مي؟ كويس. إيه الأخبار؟ تمام. أخوك بيعيط ليه؟ يا مي. هو شكله ولا فصل، هو شكله ايه ولا فصل التليفون اصلا. حكي من الاطفال في السن ده والله العظيم كان الله في عون اي اب وام، مش ام بس، اب وام. انا الدنيا تمام. انا ما اعرفش انام بيه، الحمد لله العظيم، ربنا بيسترها فعلا مع الاطفال والله. Thank you.
كده بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. تمام يا حبيبي، زي العسل ما شاء الله. هنطلع دهوت بس كده اهوت، ون ايه شويه بابريكا والنبي يا جيمي الله يكرمك، ربنا يخليك. جميل جميل ولذيذ وسهل وكل حاجه حلوه بصراحه، الواحد بيعملها بحبها جدا جدا. في موضوع الباتون ساليه، تقعدي تخلصي كده الايه كام صاج اللي عندك بنص كيلو دقيق، كل اللي انا شغال بيه ده حتى الان هو بنص كيلو من الدقيق، انت متخيله؟ ولسه كمان هيعمل صاج كمان، ثلاث صاجات اهم. اهم حاجه الزيادات اللي بتطلع دي حضرتك بقى تاخديها وتعملي بقى ايه، تسيبيها تريح ونبدا اللي احنا نشتغل بيها تاني اهو. عندنا عزاء واجب طبعا لاسره استاذ محمد، مستر محمد عبد السلام، واسره ساره عبد السلام، وطنط عزة بنقول لها طبعا البقاء لله في وفاه اختها، تبقى خاله الشيف ساره، فبنقول لهم البقاء لله، ويعني تعزينا لحضراتكم، وبطلب من كل الساده المشاهدين هم يدعوا لها بالرحمه. واسف جدا 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 ان انا ما بداتش بيها الهوى، لسه فاكر دلوقتي طبعا. وعزاء واجب طبعا لخاله الشيف ساره عبد السلام، وطنط عزه، وانكل محمد عبد السلام. طيب تعالوا بقى ناخد نشوف هنعمل ايه دلوقتي تاني. بنقوم واخدين عندنا البيض نفس الكلام، ادهن واقوم حاطط اي حاجه عندي، يعني سواء كمون او بابريكا، او مثلا ممكن نحط شمر شغال، ممكن نحط حبة البركة، ممكن نحط سمسم على فكرة عادي جدا، مش السمسم بس اللي بيتحط للبقسماط، لا خالص ممكن يتحط للباتون ساليه وده عادي جدا. الله ينور. طيب وسائل التلميع بيتحط اللي هو يلمع لي الحاجه وفي نفس الوقت كمان يديني اللون الجميل ويخلي الحاجه اللي انا بحطها ديت تمسك على العجينه نفسها. الله عليك يا جيمي. ميه بس اغسل ايديا وبعد كده ايه نقطع الزيادات ونودع الفرن. طيب العجله بتاعت الايه فين اهي، خلينا ناخد ايه المقطع كده اهو. يا رنين، ازيك يا رنين؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. شكرا. اموريني يا استاذه رنين. ايه كنت عاوزه طريقه عمل الكنافه بالجبنه. يا نهار ابيض، من عينيا الاثنين، بس دي بتتخن. حاضر يا نانيا. ماشي شكرا. حاضر يا نانين، مع السلامة. أحلى كنافة بالجبنة عشان خاطر الأستاذة نانين. بص بقى أهو، ولا لم ولا الهوا، كله طالع مسطرة. ناخده نروح فين؟ نسيبه يرتاح 10 دقايق بس بره وبعد كده نبدأ اللي احنا نسويه. تعالوا نعمل التاني بالمقطع كده، بص يا جيمي كده بالمقطع كده كده، ونشيل الزيادة ديت كده أهو. اهو مدام اماد، ازيك؟ محمد، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله، الله يبارك لك. الله يخليك يا فندم. الله يبارك لك. ممكن لو سمحت اسالك بس على رموش الست. رموش ست من عينيا الاثنين. حاضر، تسلم عينيك. الله يبارك لك. عينيا. حاضر. وتعزينا للشيف ساره. ساره حاضر يا فندم، يوصل ان شاء الله. ودعواتكم ليها بقى، ودعواتك للمرحوم اللي ربنا يرحمها. الله يبارك لك، احسن شيف والله. ربنا يخليك يا ست الكل. الله يبارك لك. شكرك يا فندم، شكرا ليك. بسم الله الرحمن الرحيم، زي الفل بس كده تمام. ناخد الكلام ده كله قدام حضراتكم اهو، تمام. يلا يا باشا تعالوا نروح نعمل عندنا البقسماط. عملنا الباتون ساليه،
العجينه لسه قلت لك فيها صاج كمان، ده النص كيلو ممكن يعمل 3 صاجات، وده اصلا اللي انا هعمله. لقيت العجينه كده لمت في بعضها، تعملي ايه؟ تقومي لماها كده، مش انا هعمل الصاج اصلا كمان يا ام ياسر. الو ام ياسر ازيك؟ ايوه صباح الخير. صباح النور، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا فندم. انا بص انا شاطره في العجائن، بس البقسماط دايما بعمله بيطلع ناشف. البقسماط بيطلع ناشف؟ اه. طب تابعي الخطوات اللي احنا هنشتغل بيها النهارده. انا بص يعني ممكن اعمله بدل من الزيت احط سمنه، بدل السمنه احط زيت، او بدل الزبده. لا، الزيت البقسماط بيتعجن بزيت، الزبده بتون سليم، كل حاجه ولا حاجه. لا يعني لو انا مثلا عملت زي كده زي ما حضرتك بتعمله، هيبقى نفس يطلع بزيت كويس ولا لا؟ هيطلع كويس جدا، بس رفعيه لو هتعمليه بزبده. اه، وبعدين بيطلع دايما اما بيقطم بيبقى ناشف. ما انا هقول لك اهوت، انا بعمله بيطلع ناشف. ده يا ست الكل، ام ياسر ده بتون سليم مش بقسماط. انا هعمل لك البقسماط دلوقتي، تمام؟ طيب ممكن ادخل ال ال ايوه الليمون جواه بدل ما نحط رش كده؟ بتقولي ايه حضرتك؟ مش سامع. لو رشينا بدل ما نرش الكمون ندخله من جوه في العجينه. ممكن طبعا طبعا، بس هقول لك على حاجه، الحبوب الحبوب يا فندم، الكمون هتبقى يعني كبيره شويه، فممكن وانت بتفتليها تتقطع منك. عشان كده انا بفضل ان انا احطها على العجينه من فوق افضل. اصل ممكن يبقى هو وكده بيطلع بعد كده ما بيبقاش دافي جواه. لا، ما هو مش هيطلع يا فندم، عشان انا حاطط له سائل تلميع. ما انا عشان كده حطيت سائل تلميع، عشان كده عمره ما هيطلع. وهوريه لك دلوقتي بعد ما يطلع من الفرن هيبقى عامل ازاي. فاهم ازاي؟ لا يا فندم، تحت امرك، تحت امرك طبعا. شكرا ليكي. تعالوا نطلع عندنا البقسماط اهو، اللي احنا اهو بص ما شاء الله ريحته تجنن. اهو ادي البقسماط بتاعنا يا جماعه اللي احنا لسه هنعمله، وهنبدا نشتغل في العجينه بتاعته. ولكن انتوا زي ما انتوا عارفيني وعارفين من ساعه ما بشتغل في برامج الهواء، اللي انا بطلع الحاجه كلها على الهواء بفضل الله. حتى لو في حاجات عاملها قبل الهواء خمرانه، بحب اسويها وانا شغال قدامكم. طيب تعالوا نشوف عندنا البقسماط وعجينه البقسماط ازاي تتعمل، بس ناخد ام خالد معانا الاول. ايوه، ازيك يا ام خالد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا شيخ محمد؟ يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. والله انا كنت بذكر حضرتك على كلامك على دمياط، ويا ريت يعني طبعا ايوه على الحاجات الحلويات والحاجات طبعا طبعا، ده اقل كلام يتقال عنكم. والله الله يكرمك يا رب، يعني بجد والله فرحتيني جدا. وكمان يعني ايه اذكروا برضو يعني الموبيليات والديكور طبعا طالعه عندنا كتير طبعاً جدا قوي طبعا ما شاء الله يا فندم. انتوا اشطر ناس موجوده في مصر، يعني ده حاجه الله يبارك فيك. يعني هي الديكورات اللي هي طالعه جديده ديت، انا انا عندي خصوصا عندنا هنا فنون تطبيقيه برضو قسم ديكورات ما شاء الله طالع منها نوابغ والله لا فنانين فنانين يا مخيم ديت، يعني ما شاء الله عندنا هنا في دمياط. يا ريت كل لما حد يجي يتصل يعني يبين حاجه حلوه في المحافظه عنده طبعا، تبقى زي تسويق طبعا جميل قوي طبعا، والجمهوريه كلها تعرف والمتابعين حضرتك من الدول العربيه يا رب. طبعا طبعا يا فندم، دمياط الناس اللي بتدور على العفش وكلنا بنجهز بنروح على هناك. اصل بص فيهم اللي هو الاقسام اللي هناك في الكليات ديت اهاليهم اساسا بيبقوا بتوع موبيليات وحاجات من ايوه ما شاء الله، يعني ما شاء الله نوابغ بجد والله ما شاء الله. دمياط دمياط كلها حلويات يا فندم. والله حلويات بناتها. والله ان انا سمعت صوت حضرتك مبسوطه جدا، بس هشوف الاعاده عشان اسمع صوتي بقى. بقول لك يا ام خالد، ام خالد كنت عايز اسالك عن حاجه، الروتا بتعرفي تسمعي عنه؟ والله انا اول مره اسمع، بس انا ولا. يعني هنا في حلويات مشهوره جدا، انت عارف مش عايزه اقول عشان الاعلان وكده، يعني عندنا هنا حلويات رهيبه. انا عارف ده، تقولي لي بالك هل هسال على حكايه الرطب دي برضه. انا عارف، ربنا يخليك، تسلمي يا ام خالد، وسلامي لشعب دمياط الجميل، شكرا لحضرتك. هي بتقول يعني مش عندنا الحلويات بس، لا ده عندنا كل حاجه. هو فعلا عندهم كل حاجه، اي عروس عايزه بتجهز نفسها، عايزه حاجات جديده، غرف نوم، غرف اطفال، كل الحاجات الجديده ديت، وعندهم الجديد
يعني هندور على الجديد؟ لا، هو مش هتلاقيه في اي معارض هنا، انزلي دمياط وشوفي الموضوع ماشي ازاي. وفي عرسان طبعا بتروح تاخد الخشب الابيض وتيجي تعمله هنا، كله طبعا على حسب ظروفه. والاسعار طبعا هناك بتلاقيها موجوده، ارخص سعر موجود هو بيبقى موجود في مصر، انت بتاخد الحاجه من المنشا نفسه او من بلد اللي بتصنع الحاجه نفسها. تحياتي لاهل دمياط طبعا. طيب خلينا نشوف عندنا، بس هعلق على البقسماط يا جيمي ونطلع فاصل. هنا الدقيق نص كيلو، هننزل المقادير. سكر، الملح اهو نص كيلو من الدقيق، نص كوبايه من الزبده، الزيت اسف، ده الملح مش مكتوب في المقادير لكن لازم نضيف له ملح طبعا. محطوط نص معلقه صغيره ملح. معلش انا اسف، بس السن بس معلش يا بنت. نص معلقه صغيره من الخميره، ادي الخميره. وبعد كده بنبدا ننزل عندنا بالزيت بتاعنا اللي هو النص كوبايه من زيت الذره، ده اهم حاجه في البقسماط اهو. نفس اللي حصل في الباتون سليم، نبدا نخلي العجينه ديت تنعم الاول معايا مع الزيت، وبعد كده نبدا نضيف لها بقيه المكونات بتاعتنا. هو الخميره بس يا شباب، نص معلقه كبيره من الخميره مش نص معلقه صغيره، انا اسف. نص معلقه كبيره من الخميره مش نص معلقه صغيره، لان بياخد خميره اكتر من الباتون سليم. خلينا ناخد فاصل ان شاء الله على ما النص كيلو عجينه او نص كيلو دقيق مع النص كوبايه من الزيت وشويه الملح وشويه السكر ونص معلقه كبيره من الخميره يبداوا ينعموا مع بعض، وبعد كده لما نرجع من الفاصل ان شاء الله نبدا نضيف الميه ونبدا نعجنهم مع بعض. بعد الفاصل نواصل. تاني بعد الفاصل، بنعمل ايه دلوقتي؟ بنجيب عجله البيتزا بتاعتنا ونبدا من النص كده، ونبدا نقطع كده 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 الشكل اللي حضراتكم كده شايفينه، ونقوم رايحين على الصاج التاني، وهوب على التالت. ادي بالشكل اللي قدام حضراتكم. نبدا ناخد فين؟ على طول بقى عندي على الفرن، درجه حراره 190. اول صاج تاني صاج اهو. ما ينفعش ان انا احط الصاجات هنا مباشره تحت. بص انا عامل ايه؟ انا حاطط صينيه كده شرقي وقلبها، ما ينفعش ان انا احط صاج مباشر كده من تحت. ليه بقى؟ ايه اللي بيحصل؟ لان درجه الحراره بتاعته تحت بتبقى عاليه جدا، فانا هظلم الايه؟ الباتون سليم من تحت يبقى محمر وتلاقيه من فوق ابيض، فخلي بالك من الموضوع ده. هنا نفس الكلام، حط عندنا الصاج ده، ده لسه ما اتظبطش كده، نظبطه اهو. تعالى يا باشا هنعمل ايه بقى؟ هنا الباتون سليق البقسماط بقى، بص بقى سايبهم على السرعه الثانيه لحد ما تبدا ليها تنعم معايا تماما، عشان تاكلي بقسماطه مظبوطه ما تبقاش ناشفه. طيب ما هي بتبقى ناشفه بس ما تبقاش تعض معاكي، يعني تبقى ناعمه في بقك. النعميه دي بتيجي من ايه؟ من الزيت الاول ده ومجموعه الحاجات اللي احنا بنحطها في الاول مع بعض، اللي هو الملح والسكر والخميره. حط يا باشا الميه
نبدا نلم بيها العجينه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بتعملي لا بسمنه ولا بلبن، هو بزيت وميه. طبعا اي معجنات بتبقى فيها زيت طبيعي العجينه بتطلع عامله ايه، بتطلع ناعمه جدا، الملمس بتاعها بيبقى ناعم من الزيت. فطبيعي اصلا لما نيجي نعمل المعجنات بنحط في الاخر ايه معلقتين زيت عشان انت نعم لي العجينه تبقى ناعمه في ايديا، فاهمه ازاي؟ نفس الكلام في البقسماط اصلا في نص كوبايه من الزيت. دي البقسماط يا ريت نخلي بالنا من الخميره، نص معلقه كبيره من الخميره. حد هيقول لي انت بتعجن ليه بضرب كفه ما بتعجنش ليه بالهلد؟ لان انا حاطط العجان ما شاء الله كبير عندي والكميه بتاعت العجينه قليله، لكن لو انا حاطط بقى كيلو الا ربع لا اكيد احط الهلد. طب ليه ما بحطش الهلد اصلا اشتغل بيه؟ لانه بياخد فتره على ما يبدا يلم العجينه، فعشان كده بشتغل بمضرب الكفه على طول. بص كده تعال نبص على العجينه. بص ما شاء الله عامله ازاي؟ عنب. اسيبها بقى تكمل اهي، شايفه؟ تخليها تكمل عجن ونجيلها تاني. بعد ما بتكمل عجن معايا بنقوم واخدينها عاملين نفس الكلام اللي احنا عاملينه في الباتون سليم بتاعنا، مقطعينها شرايح بالشكل ده ومغطيينها. ده مهم جدا عشان ما تاخدش رطوبه وتنشف من فوق، فبغطيها بكيس او بفوطه عندي. وناخد اول واحده ونبدا نشتغل كده وكده 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 وكده، وبعد كده نقوم لافين. مين يا فندم؟ استاذه ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا استاذه ايمان؟ ازيك يا شيف محمد؟ يا اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ تسلم ايدك على الحاجات اللي انت بتعملها. ربنا يخليكي، تسلمي على اتصالك انت والله. بصمات والحاجه جميله ما شاء الله عليك. ربنا يحفظك يا فندم. تسلم ايدك يا رب. الله يخليكي. معلش اسمع انا عايزه منك طلب بس، يا ريت ما تقطعش عليا الخط. ليه؟ اتفضلي طبعا. انا معايا ابني يا شيخ محمد عنده 3 سنين ونص. تمام. هو مش بيتكلم. ايوه. وديته دكتور تخاطب، هو محتاج جلسات تخاطب ومحتاج جلسات معرفه وادراك. ايوه. هيكلف 2000 جنيه كل شهر. 2000 جنيه عند دكتور التخاطب. عند دكتور تخاطب. تمام تمام. فمعلش يا شيخ محمد، يعني انا بناشد المشاهدين بتوعك حد يساعدني فيهم. انا معايا 3 بنات في التعليم، معايا 3 ثانوي وتالت اعدادي وستة ابتدائي. وجوز حضرتك موجود؟ جوز حضرتك موجود بس يعني ارزقي يوم بيوم. تمام يا فندم تمام، واحنا بنوصل برضه صوتك برضه مش للناس تساعدك، للمسؤولين برضه لو حد عنده. والله طبعا طبعا يا فندم طبعا حقك طبعا. محتاجه حتى يعني الدكتوره قالت لي عمره لغوي سنه. طبعا يا فندم حاضر حاضر والله. سيبي رقم تليفونك يعني ولو حابب حد يتواصل معاكي كده، ويعني جزاكم كلكم خير يا رب. ربنا يجزينا ربي ان شاء الله ويجزينا واياكم، وفي نفس الوقت برضو ربنا يشفي لك ابنك وتشوفيه احسن حد في الدنيا. وتسيبي رقم تليفونك ولو حابب حد يتواصل معاها ويروح معاها لدكتور التخاطب ويشوف ايه الموضوع، يبقى كتر الف خيره. هنا البقسماط ما بيترفعش زي الباتون سليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو ده السمك بتاعه اللي حضرتك هنشتغل عليه، بلاش نرفع اكتر من كده. نقطع من هنا عشان على قد مقاسك بالظبط. عندنا حاجه مهمه جدا بقى، بص يا جيمي، هنا بايركس انا حاطط فيه حاجه بسيطه جدا من الميه، بنقوم حاطينه كده في الميه كده اهو، ونقوم شايلين كده ونقوم حاطين فين؟ في حبة البركة. ونقوم قلبين بالشكل ده اهو، شايفين؟ نعمل دي تاني كده اهو، ونشيل ونحط في السمسم المحمص. استاذة امل. ايوه. ازيك يا استاذة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا شيف، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله والله. انت اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير الحمد لله. ربنا يخليك، اتفضلي. بقول لحضرتك انا كنت عايزه طريقه عمل الفاهيتا الفراخ. الفاهيتا الفراخ؟ حاضر، من عينيا الاثنين. انت عندك اطباق الفاهيتا؟ لا. طيب تمام، نعملها في طاسه عادي مفيش مشكله. حاضر. اي اللي في اللي هي الجريل ممكن؟ ايوه طبعا ينفع، ينفع طبعا ينفع. انا بقول لحضرتك لو كان عندك اطباق الفاهيتا كنت اقول لك تعملي الشو ازاي يعني، لكن لو مفيش مفيش مشكله.
تحت امرك. حاضر، ربنا يخليك يا سيدي. ربنا يخليك، شكرا لحضرتك. بصي، الفراخ انت بتجيبيها وبتنضفيها كويس، صدور الفراخ، وتقطعيها شرايح رفيعه جدا، وبعد كده بتبداي تعمل لها التتبيله بتاعتها. اهم حاجه في الفاهيتا، انا بصراحه التتبيله ديت خطيره بالنسبه للفاهيتا، عصير اناناس، ربع كوبايه من عصير الاناناس، ميه بصل، شويه ملح، شويه فلفل، معلقه صويا صوص، معلقه خل صغيره، عصير ليمونه، شويه ملح، شويه فلفل، شويه كاري، ونقلب الخلطه ديت كلها مع بعضها، ونقوم سايبينها في جنب. بنيجي على الجريل اللي على النار، نقوم حاطين زيت، ونقوم نازلين عندنا بالفراخ، وبعد كده فلفل الوان شرايح، وبعد كده نقدمها في الطبق اللي هنقدمه على السفره. طبعا لو عندك طبق الفاهيتا بيبقى الموضوع مختلف شويه، ان احنا بنحط الطبق طبعا يسخن، وبعد كده بتاخدي الخليط ده كله وتحطيه في الطبق، ويكمل التسويه في الطبق نفسه. دي حبه البركه دي كده، نقوم حاطينها كده. مدام رباب، ازيك؟ ايوه، صباح الخير. صباح النور يا فندم. حضرتك الشغل البيكري ده على ارقى مستوى. ربنا يخليك يا فندم، ده من ذوقك والله. قمه البروفيشنال يعني. ميرسي يا فندم. حقيقي يعني ارقى بيكري ممكن يعمل الحاجات دي. ربنا يخليك يا فندم. فميرسي جدا للي بتعمله. في حاجه بس عايز اقولها لحضرتك. طبعا. الكبيبه الغمراوي اللي حضرتك كانت في اللايف امبارح. ايوه. على دي بالظبط، في حاجه في كفر الشيخ اسمها كبابي. مش عارفه حضرتك تعرفها؟ طبعا. طبعا. دي نفس الشكل بالظبط. نفس الشكل. بتتعمل اقراص. ايوه. وبتتسوى في شوربه بط. وبتبقى في الافراح دايما. ودايما في الافراح. أيوة. وبتتعمل على كسكسي وكده. بالظبط. يا ريت حضرتك في مره يعني ايه نعملها من اولها كده. عينيا الاثنين. حاضر، ده تحت امرك. فهي دي في تشابه كبير قوي بينهم قبل خلطه البيض الاخرانيه. حاضر، من عينيا الاثنين. حاضر يا فندم. ميرسي يا شيف حامد قوي على كل مجهودك. اشكرك يا فندم. شكرا يا مدام رباب، انا اللي بشكر حضرتك جدا. الناس اللي بتقول المعجنات صعبه واللي احنا نقدر نعملها في البيت، لا، هو مفيش حاجه صعبه. المعجنات هي متعه، هي فعلا متعه. امتى تتعمل المخبوزات؟ قلت لكم قبل 100 مره قبل كده، ما تعملهاش في النهار، الصبح بدري، يعني ما تعملهاش مثلا اخر الليل وكده او اخر اليوم، ده اللي اقصده، لكن تعمليها الصبح بدري قوي، ونصلي الفجر كده الساعه 5 قبل ما اي حد يصحى، وابداي اشتغلي في المعجنات. شوف المعجنات ده تطلع معاك عامله ازاي، ده غير اللي هي بتعمل بركه في البيت، ودي حقيقه فعلا. زمان كلهم كانوا شغالين كده، كان حد بتخبز بالنهار مثلا بالليل او اخر، مش الكلام ده، الصبح بدري، الصبح بدري، قوم نعجن تشتغل. ايوه، بالفجريه، الله ينور عليك، ساعات الفجريه منسيه يا استاذه هاله. لا، انتوا جيل معلم بلا ربنا. اهل دمياط بدأوا يهلوا علينا هم. يا مدام مروه، زي حضرتك يا شيف؟ زي حضرتك، عامله ايه؟ الحمد لله. والله هو احنا انا بكلم حضرتك بس كل فتره بعيده جدا. الله يخليك. بس انا النهارده طبعا شجعني ام خالد لما اتصلت، يعني اثرت فيا بقى ايه الانتماء. ايوه، الله يخليك. دمياط انا احسن يعني ناس. حبيت ان انا اعبر، يعني اعبر عن نفسي، اعبر ان انا بجد دمياط انا بحبها يعني، وبقول ان انا ابا عن جد دمياطيه. ما شاء الله، ما شاء الله. فبحب فعلا دمياط جدا جدا، وبحب يعني مش عارفه اقول لحضرتك، يعني بحس ان هي الناس بتوعها غير. ايوه، غير. ايوه بجد. ايوه، ما شاء الله، في الشغل وفي العمل وفي الاجتهاد وفي الالتزام وفي الفن، يعني دي اللي كل حاجه. أكثر. كل حاجه يا فندم والله، يعني عايز اقول لحضرتك من الطفل الصغير تلاقي حتى الاب مهما كان مستواه المادي مرتفع. أيوة. لا، لازم يعلم ابنه او بنته تحمل المسؤوليه. وينزل الورشه مع والده، وينزل ويشتغل وبايده، لما يكبر يبقى حاجه كبيره، ده طبيعي في طبعا. كافه المهن، في كافه المهن الحقيقه، يعني سواء كان صيد، صناعه، تجاره، ما شاء الله. ما شاء الله. كافه المهن ما شاء الله، والحمد لله. الله يخليك. تعرفي الرطب ولا لا؟ برضو انا دي حاجه بقى اول مره اسمعها بصراحه. اكيد ليها اسم تاني، لان احنا بناكل كل انواع الحلويات، اكيد ليها اسم تاني. انا بقول كده برضو.
انا قلت كده. بس انا برضو هسال زي ام خالد، يعني انا قررت برضو ان انا اسال، ولو انا وصلت النتيجه اكيد هتصل بحضرتك تاني. ربنا يخليك يا ست الكل، اشكرك اكيد. وانا مبسوطه ان انا تواصلت مع حضرتك النهارده حقيقه، يعني ايه. شكرا يا فندم، احنا اللي مبسوطين والله جدا. يلا خلاص اهو احنا بس ايه هنعمل البصمات ده. انا بقى عملت والله ما رضيتش اعمل صاج كامل من تمام. خلي بالك الفرق بين البقسماط من كل واحدة وواحدة بتبقى في فرق كبير شوية عن الباتونسة. ليه؟ لأن أنا حاطط خميرة هنا زيادة، فعشان لما يطلع في الفرن ما يلزقش ببعضه. طبعا بيبقى في فرم أصلا خاصة، في سجات خاصة بين البقسماط اللي هي نص دايرة الصغيرة دي الخاصة بالبقسماط. لكن أنت بتعمليه في البيت مش محتاجة حاجة، هو الصاج ده هيطلع معاك إن شاء الله ما فيهوش اي مشكله خالص. خدت بالك من فكره الميه؟ انا مش مغرق هنا ميه، انا حاطط هنا حوالي 3 معالق من الميه بس، دوبك بس باخد الميه. بص عامله ازاي الميه عشان تمسك السمسم او حبه البركه في العجينه دي الفكره. اللهم صل على النبي. الباتونسه دي يا جيمي هوريهولك ما شاء الله. كده يلا حبيبي، يلا حبيبي خلاص اهو كده بالشكل اللي حضرتك كده شايفينه. نقوم واخدين عندنا في الميه وهنا حبه البركه بس، نقوم قلبين ونسيبها تخمر في مكان دافي شويه، وبعد كده بنبدا ان احنا نقسمها من النص، وبعد كده ننزلها ندخلها على درجه الحراره بتاعتنا اللي هي 190. ده بعد ما طلع هيبقى عامل ازاي، وده الشكل بتاعه. عندنا شويه مقرمشات ان شاء الله هنعملهم، مقرمشات حلوه قوي يعني عاملينها بالبصل. تقدري تعمليها للاطفال عندك وهتعجبهم جدا جدا ان شاء الله. نشوفها ولكن بعد الفصل. نفس انت تقدري تعملي بنص كيلو من الدقيق الثلاث صاجات اللي قدام حضرتك من الباتونسه اللي قدامك ده، فتليهم مظبوط وتحط لهم الاطعمه اللي انت عايزاها، سواء الكمون او البابريكا او الشمر او حبه البركه او السمسم. تعال نطلع ده اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. بص طالع ازاي ما شاء الله اهو. طبعا اللي في الاول ديت ساعات الايه ما بتجيش صح معاكي، اهي بتقومي شايلاه كده اهي، سهله جدا اهي، تقطميها كده بايدك عادي. دي برضو نفس الكلام اهي، بصي كده اهي تلاقيها فصلت لوحدها. بصي اهو فكره في ايه بقى، هتسيبيه يبرد وهو يعني تعرفي التيست بتاعه مظبوط ولا لا عن طريق بعد ما يبرد معاكي تلاقيه دايب في البق. هو ده الباتون سليم، هيعض معاكي بقى ويقطم معاكي والجو ده، لا مفيش الكلام ده. انت الفكره اول لما تحطيه بتلاقيه دايب في البق على طول بسبب ان احنا نعمنا الزبده الاول مع الدقيق، ده اهم حاجه. تعال نطلع اللي هو بحبه البركه. سيبه يبرد شويه. بص اللون من تحت عامل ازاي ما شاء الله. تعالوا نطلع الباشا ده. بص يا جيمي بقى فكره الصينيه اللي انا حاطها من تحت، بص الالوان طالعه كلها زي بعض صح؟ تعالوا بس من تحت، المفروض اللي تحت ده يبقى واخد لون شديد. بصي اهو نفس ده يا باشا بالظبط اهو، نفس ده. شايفه الالوان متظبطه ازاي؟ كل واحد بيظبط فرنه
كل واحد لما يجي يظبط الحاجه بتاعته بيظبطها على حسب الفرن اللي عنده. طيب تعالوا نشوف عندنا المقرمشات دي هنعملها ازاي. ننزل المقادير بتاعتها يلا. لذيذه قوي سهله كده وما بتاخدش وقت برضو. نفس الكلام هو ده خدت وقت معانا. الباتون سريع على فكره. عايز اقول لكم على حاجه, والله العجينه اللي انا عجنتها على الهواء هي العجينه اللي ريحتها, هي العجينه اللي انا سويتها. فانت فاهم ازاي خلال بفضل الله ساعه الا ربع, ما كان من ساعه الا ربع على الهواء وقدرنا نطلع المنتجات دي. مش بقول لك ان انا جامد وكده, لا لا خالص والله, بس انا بكلمك ان الموضوع سهل. انت تقدري تعمليه في البيت, تقدري تعملي العجينه وتريحيها. انت لو ريحتها كمان هتديكي نتيجه افضل من دي كمان بكتير قوي. تعال نشوف المقادير عباره عن ايه. المقرمشات اللي احنا هنعملها, عندي 3 كوب من الدقيق, عندي معلقه صغيره من الخميره الفوريه, عندي معلقه صغيره من البيكنج باودر, عندي نص معلقه صغيره من البيكنج صودا, عندي ربع معلقه صغيره من الملح, كل نص معلقه صغيره من السكر, تمام, معالق كبيره من الزيت. يبقى زيت ودقيق وكل نص معلقه صغيره اللي هي الخميره والبيكنج باودر والبيكنج صودا والملح والسكر. وبعد كده عندي كمون حب وحبه البركه, وعندي ميه دافيه للعجن. يلا ثواني يا استاذ جيمي. كان في بصله هنا, بصله فين مش فاهم. منكهه, لا سيبك منكهه عشان استاذة هالة الله ينور. يلا انا عارف, لا هي خلاص هي واحدة بس. حط عندي الدقيق, بيكنج باودر, بيكنج صودا او البيكربوناتو, نص معلقة صغيرة من الخميرة والسكر, الكمون, حبة البركة, وبعد كده عندنا ايه الزيت, 8 معالق من زيت الذره, ده كلام جميل, شويه كاري, شويه بابريكا صغيرين. مقرمشات سهله جدا, نفس الموضوع, ولكن بقى مش هنفتت في الكلام ده كله, لا هنقطع بقى مدور ونقطعها مربعات ونعمل فيها اشكال كده وندلعها. شرحه نفس الكلام, الحاجه بتتحط وتنعم, وبعد كده بنبدا حضراتكم اللي احنا نبدا ننزل بالميه نعجن. هنزل بالميه كانت المفروض تنعم اكتر من كده مع الزيت, ولكن عشان الوقت بس البرنامج. يا حاجه شاديه ازيك؟ ازيك يا حاج محمد؟ ازاي حضرتك يا سيد الكل؟ عامل ايه؟ يا اهلا وسهلا. انت جامد ومتين. ده انت اللي عسل. انت حلويات مصر كلها. حبيبتي والله ربنا يخليكي ليا يا ست شاديه. ربنا يحسن ما بين ايديك. ربنا يحفظك يا رب, تسلمين. وربنا يخلي لك ولادك ويتربوا في عزك يا رب. خليكي لينا يا ست الكل. ازيك وازاي الحاجه عامله ايه؟ الحمد لله بخير, في نعمه الحمد لله. سلم لي عليها كتير. يوصل عينيا. ربنا يطمنا عليك. ويخليكي لينا يا ست شاديه. تسلمي. انا كنت عايزه اعمل بس تهنئه لاحفادي. طبعا اتفضلي. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. عايزه ابعت تهنئه لحفيدي آسر محمد فؤاد عبد المقصود, ما شاء الله, بقول له كل سنة وهو طيب, عيد ميلاده العشرة, عقبال 100 سنة يا رب. يا رب يخليه لك ويبارك فيه. وبعمل تهنئة لسهيلة محمد فؤاد عبد المقصود. أيوة. دخلت المدرسة كي جي 1 السنة دي. ما شاء الله بالتوفيق. وربنا يخليهم ويطرح البركة فيهم يا رب, ويخلي لهم أبوهم ويتربوا في عز يا رب. الله كفاية دعواتك دي, ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم. سهيلة وآسر, أحلى سهيلة وآسر في الدنيا. تيتا بعت لكم أحلى تهنئة وأحلى دعوات في الدنيا, مش هتلاقوها إلا بالناس اللي بتحبكم. يلا هنا خلاص المقرمشات, خلاص كلام جميل أهو.
الفكره بقى في ايه؟ نقسمها على ثلاثه. طبعا انت بتريحيها طبعا، يعني بعد ما بتخلصيها كده بتبداي اللي هي ترتاح. المقرمشات ديت جميله قوي. الفكره بتاعتها في ايه بقى؟ بتقوم مغطيها كده. احنا معانا وقت قد ايه يا شباب بس عشان ابقى ايه؟ تمام ماشي. تمام. طبعا بتسيبيها ايه؟ ترتاح. طيب نبدا نعمل ايه؟ نقوم جايبين عندنا دي. ونقطعها عندنا الى مربعات زي اللي قدام حضراتكم ديت. وبشكل كده جميل نبدا نجيب عندنا صاج او صواني. زي اللي قدام حضراتكم ديت كده، ونبدا نرص فيها الكلام الجميل ده. يا مدام فاطمه. السلام عليكم. مدام فاطمه ازيك؟ الله يسلمك، ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا اهلا. من اشد المعجبين بحضرتك. ده والله، وانا كمان ربنا يحفظك. تسلمي يا فندم. انا من دمياط، وعايزه اقول لك على روضه سويت. الايه يا فندم؟ عايزه اقول لك على روضه سويت. اه يلا بينا، اتفضلي. هي عجينه الاكلير. الاكلير؟ محشيه بالكريم باستري والتمر. كريم باستري وتمر. والتمر عليها صوص شوكولاته وصوص كراميل. تمر ايه؟ تمر تمر معجون؟ اللي هو التمر الطري بتاع. لا ده انا عايز اعرف. لو سمحت كلمينا تاني. كلمينا تاني، ده انا جعت وانت بتكلميني. فبعد اذنك يا مدام فاطمه كلمينا تاني. يعني هو عجينه اكلير، قالت اكلير ومحشي باستري كريم ومحشي تمر. عايز اعرف بس التمر ايه؟ البلح ورطب بتاعنا ولا التمر المعجون؟ ما في ناس تقول عليه كده برضو، وتقول ناس تقول عليه كده. فعايز اعرف ايه الفكره بتاعته ايه بالظبط. بس هم بيعملوا حاجات ايه؟ قنبله. بيعملوا حاجات تقيله قوي. يعني تمر مع باستري كريم موضوع تاني. طيب نبص على الشكل التاني اللي هنعمله. يعني عندهم العزيزيه. بص الواحد بيعملها بجد، يعني بنعملها وبنطلعها وزي الفل، بس عندهم برضو سبحان الله صنع فيها. يعني عندهم اتقان فيها بدرجه مش طبيعيه. واحد بياكلها من هناك، محلات هناك طبعا مشهوره هناك طبعا، في براندات عندهم يعني اسماء اعلام من اعلام مصر موجوده في دمياط. وطول ما احنا ماشيين على الطريق كده واحنا رايحين، اللي رايح راس البر، اللي رايح جمصه، اللي رايح الاماكن ديت كلها ومالطا برضو، بيعدي على الجماعه اللي بيبقوا موجودين وبيبيعوا الحاجات ديت. فعندهم العزيزيه بصراحه من الحاجات واللذيذه اللي انا بحبها جدا من عندهم. اقطع مدور بالشكل اللي حضراتكم كده شايفينه. ونشيل 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 ونشيل، تطلع عندي بالشكل ده. نبدا ناخدها ونبدا ان احنا نرص. طيب بنعمل ايه بقى يا جيمي؟ بنبدا نسيبها ترتاح حوالي 10 دقائق كمان، وندخلها الفرن على درجه حراره 190. كل المخبوزات اللي عندي بسويها على 190. في اشكال تانية كتير نقدر نعمل مثلثات بقى شكل زي ما احنا عايز. وحاطط بقى معاهم مع الباتون سليه والبقسماط. حاطين ايه بقى؟ حاطين لبنه هنا يا جيمي مع زيت الزيتون والزعتر بالشكل ده. دي يا جماعه المقرمشات بعد ما بتطلع بتبقى عندك بالشكل ده. حاطين مثلا جبنه حادقه، حطينا بزيت الزيتون، جبنه قريش، حاطين هنا لبنه بزيت الزيتون برده جنب البقسماط. يعني الفكره كمان والباتون سليه، الفكره دي كده نغمس وناكل بالهنا والشفا. هي دي الفكره اللي احنا بنوصلها لحضراتكم. ودي كانت حلقتنا النهارده، اللي اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. مقرمشات عملناها، الباتون سليق، البقسماط. اشوفكم ان شاء الله في حلقه قادمه من برنامج المطعم. دمتم في رعايه الله. السلام عليكم.